كده يبقى الست بدرية زعلانة بجد. ربنا ما يجيب تزعل طال عمرك. ليه بس بتقول كده؟ بقالها كام يوم ما زارتنا في البيت. معلش، أصل بترتب يعني حاجات للسفر. إيش سفر؟ لوين؟ أصل إحنا قررنا إن شاء الله يعني اللي إحنا نرجع مصر، وأنا كنت جاي أستأذن سعادتك. كيف ترجع لمصر؟ اتشاركنا أنا وأخواتي في مشروع، وضرورة أبقى جنب الشغل. وبعدين خالد بقاله فترة كبيرة لوحده بعيد عننا، قلنا يعني يتربى في حضننا. وإن كان على الشرط الجزائي اللي موجود في العقد، أنا مستعد أوفيه. إيش فيك يا رجال؟ حنا أصدقاء، ما أقدر أشرط عليك. ربنا يديم المعروف طال عمرك. وبعدين يا دكتور، انت دلوقتي بقيت تشتري اكتر ما بتبيع. معلش، ما انا ببيع في حته تانية يا حاج، وكله مصلحه. بس الحقيقه ان اليومين دول ما بعيش المبلغ ده اللي انت عايزه. اوعى تقول كده، الله يبارك لك. انا محمد اخويا في بورسعيد، ولازم ابعت له المبلغ. التجار هناك مش هيسكتوا. طب شويه كده، خلص اللي في ايدي ونطلع فوق نشوف لك حل. فوق فين يا حاج؟ يا مصيبتي، اترحلنا من جراي العمايل اللي كاستهاني. ليه؟ عملت انا ايه عشان يرحلونا من السعودية؟ اللي انا كنت خايف منه وحذرتك منه اكتر من مرة. ده اللي هو ايه بقى؟ ام مازن، مش قلتلك ان معرفها كتير ولسانها اطول؟ لا لسنت علينا هنا ولا هنا، ولا ضغطت حتى على جوزها. ويا عالم، يمكن كلمت حد من الناس الكبار سمع كلامها وهو اللي امر بترحلنا. طب والعمل وفلوس اللي مرمية هنا وهناك هجيبها ازاي؟ قدامك يومين ثلاثة تلمي فلوسك من السوق لحد ما نجهز نفسنا للسفر. ومش عايز حد يعرف اللي احنا مسافرين غير يوم السفر. وهنقعد فين في مصر؟ هنقعد عند ابويا الحاج توفيق. طب وشقتنا؟ ولا تكون بتضحك عليا ومفيش شقه من اصل؟ يا ستي ما بتضحكش عليك ولا حاجه، الشقه لسه مش شطبتش، عشان كده هنقعد عند ابويا. هنقول لهم ايه في مصر؟ هنقول لهم اننا اترحلنا؟ لا انا ولا انت هنجيب سيره لحد، ولا انت عايزه تجيبي سيره وتفضحيني في مصر زي ما فتحتني هنا؟ فضايح ايه؟ هو انت هتلبسني تهمه ولا ايه؟ يا ستي لا تلبسيني ولا لبسك، ولا تعايريني ولا عايرك، الهم طايرني وطايرني. هقول لهم هتصرف، هقول لهم ان احمد عايزني في شغل، هقول لهم اي حاجه. واحمد نفسه هتقول له ايه؟ هقول له طيب، هقول له طيب، هقول له اي حاجه، المهم نمشي من هنا وفي اسرع وقت. اتفضل اتفضل يا دكتور. تاخدنا على فين يا حاج؟ الكبسوله دي ما يدخلهاش غير الناس الغاليين وبس. ايوه بس يا سيدي، معلش. انت شرفتها وباركتها، هتكبر والله وتبقى اوسع من كده. الله يبارك فيك يا حاج، ربنا يكرمك. بس على ايه ده كله يعني؟ اروح اجيب لك في عمارتك شقه حلوه كده واسعه؟ اعمل بيها ايه؟ انا اهم حاجه عندي في الدنيا دي كلها الستر والتليفون. احنا تجار فلوس، واهم حاجه في التجاره دي ان العين ما تبقاش عليك. لا اله الا الله. بس اسمح لي يا حاج اختلف معاك في الحكايه دي. اختلف زي ما انت عايز، انا كده وهفضل كده. بص، انا ممكن اسكن اهلي وناسي في قصر كبير، لكن لما احب اشتغل اشتغل برضه في الكبسوله. يا سلام يا حاج، ربنا يبارك لك في الكبسوله ويجعلها قصر في عينيك وفي عينينا. انا عامل بقى شويه تليفونات عشان اجمع لك المبلغ اللي انت عايزه. قول لي، انت عندك تليفون في البيت؟ الحمد لله، عندي 4 في كل بيت واحد. شكلك متجوز 4 دكتور. يا ريت يسمع من بقك ربنا. يا سلام يا حاج على جمالك. ان شاء الله. بس هو انا عندي 1 في بيت الحاج والحاجه، واتنين عندي، واحد عند اخوك.